أطلقت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، يوم أمس مبادرة إحنا نشوف تحدياتك لأصحاب الإعاقات غير المرئية المسافرين عبر مطار البحرين الدولي بمناسبة اليوم العالمي للاحتياجات الخاصة. وأطلقت المبادرة بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة، وحضور كل من سعادة السيد زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة، والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج القابضة الدكتور جيفري جوا، والرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البن فلاح. وأكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة في تصريح له على هامش الفعالية على أهمية هذا البرنامج الذي يعد خطوة مهمة نحو الوصول إلى مجتمع يتسم بالشمولية وتقبل مختلف الفئات، معربا عن اعتزازه بهذا التعاون مع شركة مطار البحرين ووزارة الصحة لتدشين برنامج زهرة عباد الشمس للإعاقات غير المرئية. من جانبه أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية مجموعة طيران الخليج القابضة والرامية إلى تعزيز تجربة السفر إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي. الحقيقة أنا سعيد اليوم بالمشاركة في هذا الاحتفال بتطبيق نظام المساعدة للإعاقة الخفية، لأن في كثيرين من الناس حقه فيهم إعاقة خفية، هو عادي إذا كان تشوفها من بعيد، لكنه في الواقع هو عنده مشاكل داخلية أو عالمها، فيعني مجرد أنه ينعرف أنه يتساعد في أشياء كثيرة، هذه حقة وايد مهم بالنسبة حق الناس، خصوصا نحن السفر أصبح يعني شيء عادي طبيعي أن كل واحد يعني يسافر ساعات مرة أو على الأقل أكثر مرة في السنة، فيعني هذه المساعدة في الجوازات شيء مهم. الخدمة متواجدة في عدة مطارات دولية، وهي تعني المسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة الغير مرئية، نقدم لهم هالخدمة بحيث يتم تمييزهم، نرغبوا في ذلك ومصاحبتهم وتسهيل إجراءات السفر لهم عبر الخطوات المتعددة، سواء في الجوازات أو التفتيش الأمني أو صعود الطائرة، ونفس الشيء في حال الوصول في حال الاستقبال والجوازات والجمارك واستلام الأمتعة، جزء من خدمات اللي يقدمها مطار البحرين ليواكب التطور في مجال السفر وتحسين الخدمات بصورة مستمرة للحفاظ على تصنيف الخمس نجوم اللي حصلنا عليه في السنوات الماضية. اليوم الحمد لله يعني توصلنا إلى حل من خلال يعني اللجنة اللي كانت موجودة حق خدمات المعاقين، إن اللي عندهم إعاقة خفية ممكن ياخذ يلبسون شريطة وتسهل معاملاته من جوازات، من تفتيش، من بوردينج إلى آخره. وفي كثير من الأشياء يغطونها حاليا مطار البحرين يقدمون كخدمات حق المعاقين. أنا أول واحد واعتز وافتخر، وهذه رايحة تبقى في الذاكرة لن تمسح نهائيا. وأنا أنا مواطن سعودي يعني جاي أسافر عن طريق البحرين، هذه الخدمة أنا أول مرة أشوفها في مطار، ما شفتها في مطارات ثانية. الاهتمام، أنا أتكلم عن الاهتمام الأول بالدرجة الأولى، لأني أنا مجرد ما دخلت شافني الشاب هذا اللي هنا على طول، يعني سبحان الله عرف بذات نفسه أني أنا بحاجة لمساعدة وجاني بدون لا أطلب من عنده، وهذا الشيء يدل على أن في إدراك وفي حاجة اسمها أنا أعرف منه المحتاج.